كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى في بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام في كتاب قلوب عامرة، واليوم إن شاء الله هنختم تصحيح سورة النازعات يا مسهل إن شاء الله على وشكه الانتهاء من جزء عام بإذن الله تعالى. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم أمين. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى. فإذا جاءت الطامة الكبرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى. فأما من طغى. وآثر الحياة الدنيا. وآثر الحياة الدنيا. فإن الجحيم هي المأوى. فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. فيما أنت من ذكراها. فيما أنت من ذكراها. إلى ربك منتهاها. إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر من يخشاها.
كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سارة كنت عايزة تبتدي انتي؟ طب يلا. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. لمن يرى. لمن يرى. فأما من طغى. بصي يا صرصورة، انت النون عندك هنا ما عليهاش تشكيل، يبقى دي نون ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة. ساكنة، نون الساكنة يعني؟ ما فيش فتحة، ما فيش ضمة، ما فيش كسرة، ما عليهاش حاجة، وهتلاقيها في المصحف قدامك نون من غير تشكيل، وراها حرف من حروف الإخفاء. طب صوت اللي هعمله بتاع الإخفاء بياخد شكل الحرف ده، لو رقيق يبقى رقيق، لو فخم يبقى فخم، يبقى هنا من طغى. تاني مش هينفع اقرا القران وانا قاعده عامله كده يا ساره، لازم ايديا تبقى كده. فاما من طغى. جميل. واثر الحياه الدنيا. يا لطيف. فان الجحيم هي الماوى. يلا كمل يا ادم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ربنا يجعلنا من أهل الجنة، اللهم أمين. يا شوشو يلا يا شوشو، الأناقة والجمال والرقة كلها شوشو. يلا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت. دي نون، أنا كأني سمعها نون، هي مش نون، هي النون عندي هنا ظاهرة ولا في إخفاء؟ في إخفاء. طيب فيما في صحصحوا صحصحوا فيما أنت من، لأن جاي وراها حرف من حروف الإخفاء. يلا. فيما أنت. كملي. فيما أنت من ذكراها. يلا يا حنين. إلى ربك منتهاها. اشبعي الإخفاء. منتهاها. منتهاها. النوسي، أنس النوسي. القراءة تختم بقى أنت، ختامه مسك. إنما أنت منذر من يخشاها. جميل. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أنت عارف أنا مبسوطة من حاجة جميلة قوي، النبر بتاعك، تصوير المعنى، فجبت لنا كده أجواء الساعة والناس اللي كانت بتنكر بقيام الساعة وشافت إن الدنيا دي كأنه قعد ساعة فيها، مش بقى العمر الطويل اللي متهيأ له إنه هو قعد فيه عمر طويل. فأنت بتصور، التصوير ده مهم، النبر بتاعي فيه تجسيد المعنى مهم ليا وأنا بحفظ وللي بيسمعني. من تصوير المعاني ده شيء مهم جدا، معناه إن أنت بتتفاعل وتنفعل بالقرآن، فاهم بتقول ايه على قدك، وكل شوية لما بتقرأ كل ما بتزداد القرآن، كل ما نخالطه بالحفظ وبالقراءة وبالتعلم كل يوم بتزيد عندي المعاني وبيتبني قدر من المعاني جميل في نفس الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم والذي يحفظ القرآن الكريم والذي لديه حرص على تعلم كيف يتلى القرآن الكريم. الكريم امتثالا لأمر الله تعالى، ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا،
وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اشترك في باقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.